تفهمني هنعمل ايه؟ شايف الشريط ده؟ الشريط ده فيه 10 حبات، لو خدتهم كلهم على بق واحد هموت في ظرف 5 دقايق. يا حبيبي علاء، ما عندكش فكرة انا سعيدة قد ايه؟ سعيدة عشان هنتحر؟ لا، سعيدة عشان هتنتحر علشان. لا، ما انا مش هنتحر بجد، ده كده وكده، عشان لما ماما تفهم ان انا هموت نفسي لو ما اتجوزتكيش هتسلم بالامر الواقع وتوافق. علاء، هو انت لازم تكذب؟ يعني ايه ما اكذبش وانتحر بجد؟ لا، انا شوف حل تاني. انت ليه مش قادر تفهم ان انا زهقت من كتر الكذبه بتاعك؟ وانا يعني بكذب عشان مين يا استهانه؟ ما كله عشانك وعشان ولادنا. ولادنا؟ اه، ولادنا اللي هنجيبهم في المستقبل. نفسي اخلف عيل واسميه مسلمه. اه، بمناسبه الولاد، ايه رايك لو كذبنا على ماما وفهمناها انك حامل؟ حامل؟ اه، فيها ايه يعني؟ هنفهمها ان انا وانتي اتجوزنا من غير علمها، وساعتها طبعا مش هتقتلنا لانها هيبقى نفسها تشوف احفادها. وهما فين احفادها دول؟ لا ما تدوريش، مش هتلاقي حاجه. ما احنا بعد ما هي توافق بقى هاخدك ونروح نتجوز ونخلف براحتنا. وانت واثق يعني ان انت هتعيش لغايه لما تحقق كل الكذبات بتاعتك دي؟ ايدك في ايدي يا حبيبتي، لحد ما اكذب كل الكذبات اللي بحلم بيها، كذبه فضه وكذبه ده. انت ليه مش قادر تفهم ان انا مش بحب اشوفك وانت بتكذب؟ خلاص خلاص، محلوله محلوله. بعد كده لما احب اكذب كذبه على ماما هروح كيال خالي واخلي خالي يكذبها هو على ماما. وقتك يا حبيبتي. هو ايه الصوت اللي انا سمعته ده؟ انا سمعت في حد بيصرخ. انت غيرتي الجرس بتاعك ولا ايه؟ لا يا حبيبتي، دي بوسينه جارتي، اصلها اصرت انها تاكل من البيتزا اللي انا عاملاها بايديا، فاكلتها طارت من الفرحه وقعت من البلكونه. البيتزا؟ لا بوسينه، ليه؟ طيب هستأذنك يا دنيا، انا لازم امشي دلوقتي، حالا مستعجله قوي. يلا باي باي. لا لا، باي باي ايه؟ تعالي هنا. ازاي تمشي؟ ازاي تمشي قبل ما تدوقي عمايل ايديا؟ لازم اسمع رايك. ما انا لو دقتها مش هلحق اقول لك على اي حاجه. ابي اكليها يا ماما، اكليها. ما هي للاسف مامتك لسه ما رجعتش. كمان يعني مفيش حد موجود هنا غيري انا وانتي؟ ما تقلقيش يا حبيبتي، على بال ماما ما تيجي تاكلي البيتزا استوت. طب رجعتك لو عندي بقى هنعمل فيها ايه؟ لا ما تقلقيش، هبعت البواب يجيبها. جارتك؟ لا طبعا، البيتزا اللي كانت معاها. شطانوفي شطانوفي يا شطانوفي شطانوفي، وحياتك هات لي حته البيتزا اللي مع مدام بوسينه، وري مدام بوسينه في الخرابه. البيتزا معلش اتحروقت شويه، بس هتاكلي صوابعك وراها. طب عشان خاطري بلاش، انا لسه صغيره وعلى وش الجواز، عشان خاطري بلاش. لا يا روحي، ما هو انت هتاكليها هتاكليها. ها، تحبي تاكليها لوحدك ولا اجيب لك السكينه؟ لا خلاص، انا مش صغيره، هاكلها لوحدي هاكلها لوحدي. ودي تيجي برضو. ها يا حبيبتي، نفس لون بدلة الإعدام. مين يا نونو؟ خلاص، نفسك في إيه قبل ما تاكلي البيتزا؟ نفسي ما أكلش البيتزا. لا تاكليها تاكليها يا كوكو، وحرصا على حياتك وعلشان بس أمك صاحبتي، وأنا الحقيقة بخاف منها ساعات. أنا مضطرة إن أنا أربطك في الكرسي لحسن البيتزا تعجبك وتفرحي زي بوسينة وتطيري من البلكونة.
عملت لك حاجه؟ ايه ده؟ ممكن تفهميني انت ايه اللي انت شايلاه ده؟ اصلي انا اتعشيت بره، خليت الجرسون يلف لي الحتتين الفاضلين مني. ازاي تتعشي بره؟ انا مش مكلماكي وقايله لك ان انا هعمل لك بيتزا النهارده عشان تتعشي بيها. اه ما هو عشان كده انا اتعشيت بره. هاتي دلوقتي تشوفي البيتزا اللي انا عاملاها بايدي احلى ولا البيتزا بتاعت الشارع. شيء غريب. انت ايه اللي جايبك؟ هديكي اضهرك ليه؟ انا كنت فاكراكي موجوده يا ماما. طب ما اتصلتيش بيا ليه على الموبايل؟ كنت عايزه اوفر الكارت. يا سلام يا اختي، توفري الكارت وتضحي بعمرك. طب هي هنعمل في البيتزا دلوقتي؟ لازم نخفيها قبل حد ما ياكلها ويروح فيها. ايوه صح، عندك حق. احسن حل نديها للبواب يولع بيها الشيشه. يا ديدي، انت ما جبتيش غير حتتين بس ولا ايه يا امي؟ يا سلام، مش احسن من اقراص الفحم بتاعتك؟ شفتي يا ماما، على الاقل كنت فاكراه يبطل كذب، بقى يكذب اكتر من الاول. انا مش عارفه ازاي اتجوز واحد بيكذب بالاسلوب ده. يعني تتجوزيه ازاي وامه مش موافقه؟ استني بس، هو قال لي لو هيكذب عليها عشان خاطر تتجوز، ادي هو اللي بيتصل اهو. ردي عليه قولي له انا نايم. نو باردون، كسكسيه كشكشه، انت عايزاني اكذب زيه ولا ايه؟ يا ماما مش هينفع ارد عليه واقول له انا نايمه. خلاص قولي له كل حاجه بصراحه، خليه يتعلم منك الصدق. كوزه. ايوه على فكره بقى، طول ما انت بتكذب كده عمري ما احب اكل عمي هتجوزك. بتقول ايه؟ ابقى قابلني لو بطلت كذب. يلا باي باي. يلا يا لولو، حرقتي لك قرص بيتزا انما ايه؟ هضطر ابعت اجيب جسينة من الخرابه. تعرف ان مدام دوليا هتزعل قوي لما تعرف ان انا سبت شركه باباها وجيت اشتغلت هنا في طوبت ويست. وهتزعل اكتر لما تعرف ان حسين طليقها هو اللي عينك برضو في نفس الشركه، عشان كده لازم تامني على حياتك باسرع وقت ممكن. للدرجه دي يا مدام؟ الله الله، مش ممكن. تجنن، ايه رايك في البلوزه؟ تجنن تجنن يا مدام ديدي، تجنن. ميرسي قوي. متشكره. تعرفي ان اصحابي هيتهبروا عليها اول ما يشوفوها؟ وانا كمان هتهبل لو ما دفعتيش ثمنها. ايه ده، هي مش هديه ولا ايه؟ نعم هديه ب 150 جنيه. ها والله ما فيش مانع، الا اذا. الا اذا ايه يا مدام؟ يعني الا اذا جبتي لي 10 من صحباتك يشتروا 10 بلوزات زي دي. الحقيقة يا ديدي، الحقيقة تطفي. الحقيقة ايه ده؟ مين ده يا مدام؟ ده شحات الغرام. سيبينا لوحدنا وروحي انتهي البوليس. كده برضه اقول عليك تطلبي البوليس يا ديدي يا بيدي بيدي. انت تكون عليا تتشنق في ميدان عام. هو ده نفس الكلام اللي قالته لي إلهام. الحمد لله، يبقى كده عرفت ان بنتي عقلت. ارجوك يا ديدي، ارجوك ما تخليش عني في اللحظه الصعبه اللي انا فيها دلوقتي دي. ما اقدرش عليك، ما اقدرش اقنع إلهام ان انت مش كذاب وحمار ونجل. ده انت واخد الميداليه الذهبيه في الثلاث لعبات دول. بس انا بقى ما اقدرش اعيش من غير إلهام. ها خلاص، يبقى تعتزل يا حبيبي وتحاول تجرب يوم واحد من ساعة ما تصحى من النوم لغاية لما تنام تاني انك ما تكدبش. جربتي الوصفة دي قبل كده؟ بقالي 35 سنة بحاول اجربها. خلاص انا هروح دلوقتي وهبدأ من بكرة الوصفة. لا يا حبيبي، لو عايز الهام بحقيقي يبقى تبدأ من دلوقتي. خلاص انا بدأت من دلوقتي. اتفضلي. ايه دي؟ دي ازازة جليسرين طبي كنت عامل بيها نوع صناعي عشان انصب عليكي. سلام. جليسرين طبي ودموع صناعي؟ ده انت محترف يخرب حالك.
تكدبيش عليا، انت لسه بتحبي علاء. احبه زي بس يعني هو بعد ما اكتشفت انه بيكذب. ما هو طول عمره بيكذب عليكي من يوم ما عرفتيه يا امي. كنت فاكره انه بيكذب على الناس كلها لكن انا لا. يا سلام، ليه بقى؟ ما انت معاه عقد احتكار. لا يا ماما، كنت بعد يا معاه عقد حب. طيب هو برضو كان بيحب مامته وبرضو عليها كده. قصدك يعني ان علاء معجون بمية كده؟ لا، معجون بمية لفت. عشان كده عايزاكي تبقي معايا قبل العجينه ما تستوي. يعني ايه يا ماما؟ يعني تشتركي معايا في تطبيق خطه اليوم الواحد. ما اعتقدش انه ممكن يعدي على علاء يوم واحد غير على الاقل ما يكتب له كدبايه واحده. خلاص يبقى سيبك منه، شيليه من دماغك خالص. صدقيني يا الهام، هتكرهي نفسك لو حسيتي انك بتحبي واحد ما يستاهلش حبك. يعني ايه يا ماما؟ انا مش فاهمه اي حاجه. مش فاهمه يا امي علشان انتي لسه صغيره، مش فاهمه حاجه. انا عندي 21 سنه واقدر افهم اي حاجه. يا اختي اتبطي كده، ال 21 سنه مش انا امك اهو، لكن حماره ما بفهمش حاجه. شفتي امك حماره مش فاهمه حاجه؟ اخرجي معاها يا حبيبتي كده وحاولي تفهميها يمكن تفهم. لا النهارده انا مش فاضيه، انا قلت الالهام اني هعشيها الساعه 9:30. لا 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 سيدي انتي، انا هطبخ بدالك، دوافري تنشف واعملك اللي انتي عايزاه. هتاكلينا مكرونه بالدوافر يا دولي؟ ماشي. تقدر تعمل زي ما قالت لك ديدي وتقضي يوم واحد في حياتك من غير ما تكذب؟ والله في الحقيقه يعني بصراحه كده لول مش عارف، اصلها حاجه صعبه قوي. يعني ايه صعبه قوي؟ هتستهبل؟ استهبل تقضي يوم واحد لو بتحب الهام بجد من غير ما تكذب؟ طب تزعلي ليه؟ زعليش، انت مالكش زعيق عليا. انا ببقى نازل من البيت مش ناوي اكذب خالص، وبعدين فجاه كده بلاقي الكذبه نطت على لساني وطلعت لوحديها. خلاص يبقى ما تفتحش بقك ده خالص وتقفله بالضبط والمفتاح، ما تتكلمش غير للضروري وما تكذبش. اذا كنت فعلا بتحب الهام اعمل كده. والله كلامك حكم، اجرب مش هخسر حاجه، اقضي يوم واحد من غير ما اكتب لحد ما اتجوز الهام، وبعد ما اتجوزها هكذب بقى براحتي. النهارده مش هكذب ولا كذبه، مش هكذب ولا كذبه النهارده، النهارده مش هكذب ولا كذبه، مش هكذب ولا كذبه النهارده، النهارده مش هكذب ولا كذبه، مش هكذب ولا كذبه النهارده. لولو حبيب مامي، خارج رايح فين؟ رايح الكليه. برافو عليك يا لولا، ادي الكلام ولا بلاش، لحد دلوقتي ما كدبتش. اوعى تكون يا لولو ناوي تقابل البنت الكذابه دي اللي اسمها الهام. مالك؟ تنحت ليه؟ ما ردتش عليا ليه؟ هو انا لازم ارد؟ ايوه لازم ترد. قولي هتقابل الهام ولا لا؟ في الحقيقه يا ماما يعني في الواقع انا مش عارف، يعني جايز اشوفها، اصل احنا في كليه واحده. ما انا عارفه انكم في كليه واحده، بس انت قلت لي بعضه لسانك ان العميد فصلها لما عرف انكم فسختوا الخطوبه. يا ماما ده امين عام الامم المتحده ذات نفسه ما يقدرش ياخد قرار زي ده. يعني ايه؟ افهم من كده انك انت كنت بتكذب عليا؟ بصراحة كده انا كنت بكذب عليكي. معقولة بتكذب عليا انا؟ من امتى؟ والله يعني مش فاكر قوي، بس اعتقد من يوم ما اتولدت. معقول بتكذب عليا من يوم ما اتولدت؟ ب-
بصراحه بصراحه انا ممكن اكون كنت بكذب عليكي قبل كده، بس مش فاكر. ايه؟ مش هكذب النهارده، النهارده مش هكذب. طب خير عليا؟ لسه مش عارف، مش هكذب النهارده، النهارده مش هكذب، مش هكذب النهارده خالص، النهارده مش هكذب. صباح الخير. هيجي مين بس الخير ده؟ علاء، ايه اللي في وشك ده؟ اصلي وانا بركن عربيتي بصراحه يعني خبطت في عربيه مونس جارنا، كسرت له الفانوس البراني. النهارده؟ لا من اسبوع. هو ما افتكرش يضربك غير النهارده؟ اصله ما عرفش غير النهارده، ومع ذلك برضو مش هو اللي ضربني. امال مين اللي ضربك يا علاء؟ جارنا خليل. وده كمان كسرت له حاجه تانية ولا ايه؟ اصل لما مؤنس سالني من اسبوع مين اللي خبط عربيته، لزقت التهمه في خليل. اصل ساعتها كنت لسه بكذب. ولما بطلت كذب؟ خليل سالني انت اللي فقعت فيا الزومبا وقلت لمؤنس ان انا خبطت عربيته؟ قلت له اه، وهي الاه. سالني تاني مين بقى اللي خبط عربيه مؤنس؟ قلت له انا. بس ما حسيتش باللي حصل لي بعد كده. انت هنا يا علاء؟ انت هنا يا علاء وانا بدور عليك. اه، يبقى انا كده جبت نمره زي الزفت في امتحان الشهر. بالعكس، انت اول مره تجيب نمره كويسه. يا سلام، يعني حضرتك بتدور عليا عشان تكافئني؟ انا بدور عليك علشان اسالك سؤال واحد بس، انت غشيت في الامتحان ده؟ يا سلام، وحضرتك بتسالني السؤال ده النهارده بالذات؟ اصل سبحان الله يا علاء، اجابتك نسخه طبق الاصل من اجابه عادل عبد الله، وانا في الامتحان كنت شايفكم قاعدين جنب بعض. بصراحه كده مين فيكم غش من التاني؟ بصراحه 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 يعني طبعا بصراحه. العلاقه بين الدكتور وتلميذه لازم تقوم على الصراحه عشان احترمك انت شخصيا واحترم شجاعتك الادبيه. بدل الحكايه بقى دخلت في الشجاعه الادبيه. انا دكتور اللي غشيت من عادل عبد الله. مخصوم منك 10 درجات، وبكره الصبح تجيلي هعيد لك الامتحان. علاء بلا علاء بلا نيلة. عبود الدمنهوري قاعد برا. جاب فلوس البضاعة؟ لا، جاي ياخد بضاعة جديدة. لا اسفة جدا بقى، مفيش بضاعة جديدة غير لما يجيب فلوس البضاعة القديمة. خلاص انا هعمله شاي ومشيه. لا مش الدرجات، انا صحيح عايزة انتقم منه بس مش لدرجة انك تعملي له شاي بايديك. طب والبلوزة؟ حضرتك قلتلي انك هتدهني ببلاش لو جبتلك 10 من صحباتي يشتروا زيها. جبتي 10؟ لا جبت 6 بس، يعني حضرتك تعملي لي خصم 60%. وال40%؟ اتفضلي، ادي فلوس الحوافز على داير مليم. صباح الخير. استاذ علاء، ايه رايك في البلوزه الحلوه دي؟ زي الزفت. شفتي يا مدام بيقول ايه؟ معلش، اصل انا متفق معاه انه يبطل كدب يوم واحد بس. ايه ده؟ يعني البلوزه وحشه فعلا؟ لا عيب، روحي بقى اعملي لنا شاي، بس ارجوكي ما تعملهوش بايديكي. بيت ماما، رجل ماما، ودن ماما، ايه اللي حصل لك؟ ايه النقرشه اللي على خدك دي يا بيبي؟ انا دلوقتي بس عرفت ليه انت طلبتي مني ما اكدبش يوم واحد. ليه يا ترى؟ لان انا مش هقدر اعيش اكتر من كده. طب فهمني بس، ايه اللي حصل لك تاني غير موضوع جارك مؤنس وغير موضوع غش الامتحانات بتاع عادل عبد الله؟ غريبه، انت عرفتي بسرعه قوي كده ازاي؟ بنتي الهام ما بتخبيش عليا حاجه ابدا. بيب ماما، ما انا مامتي كانت فاكره كده برضه لحد النهارده الصبح. الميزه في الهام انها بتجاوبني على اسئله انا ما بسالهاش. هو ده بقى الاصطلاح الجديد لكلمه فتانه. ايه رايك بقى في اللوحه دي؟ انا جبتها لسوسو الشهر اللي فات من اسبانيا. اسبانيا؟ لو هي انت سافرت اسبانيا من غير ما انا اعرف؟ لا انا اصلي قعدت اسبوع ما ردش على تليفوناتها، لاني طبعا كنت مشغول مع تيتي، فكان لازم ادور على حجه اتحجج بيها. طب افرض انها بصت على اللوحه من ورا وعرفت انها مش من اسبانيا وعرفت انها من ميت عقبه. لا اللوحه من اسبانيا فعلا، كانت جايبها لي ميمي هناك من
اسبانيا الشهر اللي فات. انا عرفت دلوقتي انا اتعلمت الكذب منين. بس انا كده اخاف ان عصام ابني يقعد معاك هيتعلم منك الكذب. عصام ابنك يتعلم مني انا الكذب؟ عصام ابنك هو اللي علمني الكذب، ومين قال لك ان انا عاوز اقعد معاه؟ دادي دادي ابوس ايدك ابوس ايدك، تخلي عصام عندك لحد ما الاقي له مربيه عشان تربيه. وتفتكري هو محتاج لمربيه فعلا؟ في المدرسه بيأكدوا لي ان الواد ناقص تربيه، وخلوني كتبت تعهد على نفسي ان انا انقله من المدرسه لو عمل اي شقاوه تاني. كويس؟ لا مش كويس، لان عصام انا ما قدرتش اخليه يكتب تعهد على نفسه بكده. طيب ما حاولتيش تقابلي ناظر المدرسه؟ ما هو انا لقيت ناظر المدرسه يعني في المستشفى بقاله اسبوعين. ايه عصام عواره زي ما عور بقيه المدرسين؟ لا 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 مش كده خالص، هو بس بيعاني من حاله نفسيه. طمنتيني، الحمد لله كده عصام براءة. لا لا يا امي، ما هو الحاله النفسيه اللي فيها الناظر من عصام. يا سلام، قد ايه انا فرحانه بيك. لو كنت اعرف انك هتنبسطي قوي كده كنت عورت لك نفسي من زمان. اوعى تفتكر ان اللي حصل لك ده حصل لك عشان بطلت كده وبقيت بتقول الصدق. امال اللي حصل لي ده حصل لي ليه ان شاء الله؟ انت كنت بتكذب عشان تبرر اخطائك لنفسك، لكن لما بطلت كذب بقيت بتاخد العقاب اللي تستحقه. انت اكيد مش هتعرف تكذب بعد كده، هتفكر مليون مره قبل ما تكذب. قصدك يعني ان انا كده هبدا على نظافه؟ بالظبط، هو ده اللفظ اللي نفسي اقوله لك بس مكسوفه شويه. طيب اذا كان كده بقى لازم اروح دلوقتي حالا اصلح اخر غلطه غلطتها. ايه عملت ايه؟ وانا جاي لك ما لقيتش حته اركن فيها، قعدت ادور لحد ما لقيت عربيه صاحبها منزل فرامل اليد بتاعتها، زقيت العربيه لحد ما وصلت نص الشارع وركنت مكانها. يا تراجادي انت شرير. صدقيني يا ديدي لو كنت اعرف من الاول مين صاحب العربيه ما كنتش جيت جنبها خالص. مين صاحب العربيه؟ صاحب الشركه بتاعتكم. سارة كان عندي امل نلحقها. انت بقيت تكنيكالر كده ليه؟ مين اللي عمل فيك كده؟ كل الناس. اليوم الوحيد اللي قررت فيه ما اكذبش على حد اجتمعت كل فئات الشعب على ضربي. الله، يعني انت ما كنتش بتكذب عليا لما قلتيلي انك انت بتكذب عليا؟ بصراحة يا ماما هي دي الحقيقة الوحيدة اللي أنا قلتها لك. طيب كذبت عليا في إيه تاني؟ بصراحة يعني أنا ضحكت عليكي وقلت لك إن أنا طلعت الأول على الكلية السنة اللي فاتت. أمال طلعت الكام؟ مش عارف، اصل هم عندنا في الكليه بيعملوا حاجه غريبه قوي، ما بيكتبوش ترتيب الناس اللي طالعين بمواد. يعني انت سقطت في مواد؟ ممكن احرق بقى، انت سقطت في كام ماده؟ ما تقوليش سقطت يا ماما، ما تقوليش سقطت وتفولي في وشي، هم اربع مواد ما فيش غيرهم. بس اربع مواد ما يخلوكش تنجح. برافو، ما هو انا بعيد السنه. يعني انت كدبت علينا لما قلت لي انك انت طلعت سنه رابعه وانت لسه في سنه ثالثه. سنه تانية، سنه تانية، انا لسه لحد دلوقتي في سنه تانية ابتدائي. ليه كل ده؟ ليه؟ عشان غصبت عليك تخش كليه الاداب وانت عايز تخش كليه التجاره. وبعدين في اليوم اللي مش فايد ده بقى، ما انا يا ماما ضحكت عليكي وقلت لك ان انا دخلت كليه الاداب وانا في الحقيقه دخلت كليه التجاره. لا بص بقى، سؤال واحد، سؤال واحد بس، وعايزك ترد عليا بسرعه قبل الساعه 12 ما تيجي وترجع تاني وتكذب عليا. انت على ابني ولا انا صعبان عليك وبتفهمني ان انا امك؟ وبعدين بقى في الاحراج دوت، شوف يا حاجه
اصل انا ست ام اسماعيل ادتني ربع جنيه وقالت لي افهمك ان ما كنتش متصور ان رد فعل ماما هيكون عنيف بالشكل دوت. كويس انها ما دبحتكش لغايه دلوقتي. الحمد لله انك طهرت ذنوبك قبل ما نتجوز. نتجوز؟ هو انا هينفع اتجوز بعد اللي حصل لي دوت؟ خف براحتك يا حبيبي. انا عيان. بس اخرس. انا لا يمكن اجوزك بنتي الا لما تنجح وتخلص دراستك بحق وحقيقه. ميرسي يا حبيبتي. يعني فعلا المره دي متدشدش مش زي كل مره. ماما متاكد ان انا ماما ولا زي كلام خالتك ام اسماعيل؟ مدام علوبه ارجوكي تسامحيه. هو صحيح هراكي كده من ساعه لما خلفتيه، لكن معلش دلوقتي انت المستفيده. حقيقي انت المستفيده الوحيده النهارده، لانك انت دلوقتي اخدتي ابن صالح نجيف زي الفل ما بيكسبش ولا كسبه واحده صغير. دي فعلا الحاجه الوحيده اللي هتخليني انسى اللي حصل. عودوني كده تبقى خطه ناجحه. يلا بارورا 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 الاشتراك في قناة شوف دراما ليصلكم كل جديدنا.